بسم الله الرحمن الرحيم. معكم مستر ابراهيم فردون. هنشرح النهارده ثالثه اعدادي. هناخد درس مصر محمد علي وليان على مصر. تعالى نبدا اول حاجه كده ونتكلم بعد ما خرجت الحمله الفرنسيه من مصر. بيقول لي بعد خروج الحمله الفرنسيه من مصر في عهد مينو قعدت مصر من 1801 لحد 1805. مصر قعدت من 1801 لحد 1805 فترة من الفترات العصيبة، فترة من الفترات الصعبة في تاريخ مصر. ليه بقى؟ قال لك لأن حصل نزاع بين ثلاث قوى، في ثلاثة اتشكلوا على اللي يحكم مصر، كده الحكم بقى فاضي. بمجرد ما خرجت الحملة الفرنسية من مصر حصل نزاع ما بين الثلاث قوى. المماليك قالوا دي بلدنا وإحنا اللي هنحكمها، وإحنا أول ناس حكمنا مصر. العثمانيين قال لك إحنا أصحاب الحق الشرعي في مصر، وإحنا اللي لينا الحق إن إحنا نحكم مصر. انجلترا قالت لك انا مش هسيب مصر لان مصر دي طريق المواصلات من انجلترا للهند. التلاتة كل واحد كان شايف ان هو الاولى بحكم مصر. حصلت شوية اوضاع في اوروبا، اضطرت انجلترا غصب عنها ان هي تخرج عشان وراها صلح هناك في اوروبا. انجلترا قبل ما تخرج عملت تحالف بينها وبين مين؟ عملت تحالف مع الدولة الايه، دولة المماليك. بريطانيا قالت انا ايه، انا وانا خارجه هاخد معايا المماليك، انا لازم اخلي المماليك يوصلوا لحكم مصر، هتفق معاهم ان هم يحكموا مصر بس يحكموا مصر بمزاجي وبطريقتي، اما احب اعدي اروح للهند اخد ايه، اكلم المماليك واروح بحريه واتحرك. فحصل تحالف ما بين انجلترا ودوله مين؟ المماليك. انتهى الموضوع ان العثمانيين هم اللي مسكوا حكم مصر. المماليك محمد بك الألفي خرج مع انجلترا، سافر بريطانيا عشان يتفق مع انجلترا ازاي هيعرفوا يوصلوا المماليك لحكم مصر. انتهت الليلة ان العثمانيين هم اللي مسكوا حكم مصر. مجموعة من الولاة العثمانيين تولوا الحكم بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر. العثمانيين كانوا غشم شوية، أغبياء، فرضوا الضرائب الباهظة على المصريين وفرضوا إتوات. إتوات إن هو يقابلك في الشارع يثبتك، ياخد اللي معاك، ياخد أي حاجة، إيه، بلطجة. المصريين ما يعرفوش ان المصريين بقى اتغيروا، ما عادش المصري بتاع ايام زمان اللي هو كان ايام المماليك والدوله العثمانيه كان بياخد على دماغه ويسكت. الوضع اتغير خالص لان احنا خدنا من نتائج الحمله الفرنسيه على مصر نمو الوعي القومي لدى المصريين. قلنا ان الحمله الفرنسيه صحتنا، فوقتنا، عرفتنا ان الوضع ما ينفعش كده، لازم تقوم بثوره ولازم تطالب بحقك. فالمصريين لما اتفرض عليهم ضرائب واتفرض عليهم اتوات عملوا ثوره الشعب المصري سنه 1804. جالنا شخصية مهمة جدا اسمها محمد علي. الراجل ده كان من الدولة العثمانية، من تركيا، كان جاي مصر مع العثمانيين اللي كانوا جايين عشان يحاربوا الحملة الفرنسية ويخرجوها، وفضل قاعد في مصر لحد ما الحملة الفرنسية خرجت. منين خرجت؟ من مصر. لما الحملة الفرنسية خرجت من مصر 1801 بدأ محمد علي يفكر ازاي يوصل لحكم مصر. حلم حياة محمد علي ان هو يحكم مصر. مصر دي كانت من ضمن احلامه. محمد علي بيتميز بالذكاء والدهاء. الراجل بدأ يفكر ازاي احكم مصر وازاي اوصل لحكم مصر. ما صدق لقى الثورة بتاعت 1804 ديت ومسك فيها بايديه واسنانه.
عمل مجموعة من الإجراءات، اتخذ محمد علي مجموعة من الإجراءات عشان يظهر قدام الشعب المصري إن هو راجل عادل وإن هو راجل محترم وإن هو راجل بيحب الشعب المصري ما بيدورش على مصلحته. فراح محمد علي لمين؟ للزعامة الشعبية، وبدأ يتقرب للزعامة الشعبية وقال لهم يا جماعة أنا الصبح بدري إن شاء الله هنزل معاكم الثورة، أنا إن شاء الله هبذل قصارى جهد وهعمل المستحيل عشان أرفع المظالم اللي عليكم، إزاي تدفعوا ضرائب؟ فمحمد علي بدأ يتقرب للمصريين بذكاء. المصريين أذكياء، قال لك لا لا لا، الراجل ده بيعمل كده هو عثماني، يقف مع المصريين ضد العثمانيين إزاي؟ الراجل ده بيعمل كده عشان إيه؟ عايز يوصل للحكم. محمد علي أذكى مننا، عمل إيه؟ محمد علي بيقول لي اقترح بتولية خورشيد باشا، يبقى الراجل كده ضرب عصفورين بحجر. منها اختار شخصية المصريين اصلا مش هتحبه اللي هو خورشيد باشا ده، لان خورشيد باشا كان من الناس برضو العثمانيين اللي هم الظلمة، من العثمانيين اللي المصريين مش هيستريحوا معاه، وفي نفس الوقت يبان قدام الشعب المصري ان انا راجل طيب وان انا بكره المظالم والكلام ده كله. فبدأ محمد علي يتقرب للمصريين واختلط بالاهالي الساخطين ونزل معاهم المظاهرات والكلام ده. محمد علي بان قدام الشعب المصري ان هو راجل بيكره المظالم وان هو راجل عادل وان هو راجل طيب والكلام ده كله. مسك خورشيد باشا الحكم بفرمان من السلطان العثماني، اصدر السلطان فرمان، كلمه فرمان ده معناها امر واجب التنفيذ، اوردر مش هيتراجع فيه. اتعين خورشيد باشا، برضو خورشيد زي ما قلنا كان راجل غشيم وفرض ضرائب على المصريين وبهدلنا. اضطر المصريين بقى ان هم مش هيسكتهم، لا 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 احنا مش هينفع الكلام ده. فاتجمعت الزعامه الشعبيه في دار المحكمه اللي هو بيت القاضي وخدوا قرارهم، احنا لازم نعزل الراجل الزباله اللي اسمه خورشيد باشا اللي بيفرض علينا ضرائب ونعين مكانه مين؟ الراجل المحترم اللي اسمه محمد علي. الزعامه الشعبيه خدت بعضها وراحت لفين؟ راحت بيت محمد علي وقالوا له اسمع بقى يا عم الحاج، انت اللي هتبقى حاكم مصر، احنا اخترناك ولي علينا، مفيش كلام، بس بص هنقول لك على حاجه، احنا هنعينك في حكم مصر بس على شرط، اولا ما تفرضش علينا ضرب غير بمزاجنا، وما تاخدش اي قرار غير اما ترجع لنا. المصريين قالوا له لقد اخترناك وليا علينا بشرطنا، الا تفرض ضرائب والا تبرم امرا الا بمشورتنا. اول مره في تاريخ مصر ان المصريين ياخدوا قرارات. الكلام ده بيرجع فيه الفضل بعد ربنا لمين؟ الحملة الفرنسية، نابليون بونابرت لما عمل لنا دواوين وعلمنا نظام تلقي الاراء والمشورة والكلام ده، بدأت شخصية المصريين تتكون من الحملة الفرنسية اللي وعونا وفهمونا ان احنا ما نسكتش ونقوم بثورات ونطالب بحقنا. احنا بنقول ثورة القاهرة الاولى كانت على نابليون، ما هم السبب في الكلام ده. فالمصريين خدوا قرارهم، محمد علي طبعا تظاهر قدام المصريين ان هو لا والله يا جماعة انتوا فاجئتوني، ده انا ما كنتش محتاج ايه ان انا احكم مصر، انا دلوقتي مش عارف ايه والكلام ده. لا اصبر بقى، احنا هنشوف شغلنا مع مين؟ مع السلطان العثماني. الزعامة الشعبية ضغطت على السلطان العثماني ان هو يعزل خورشيد باشا ويعين محمد علي. فصدر فرمان في 1805 بعزل خورشيد باشا وتولية محمد علي حكم مصر. مسك محمد علي حكم مصر، هو كان أمنية حياته يحكم مصر، فتولى محمد علي حكم مصر. لما تولى محمد علي حكم مصر مسك الحكم من هنا ونزلت المصايب السود على دماغه من هنا. تعرض محمد علي لأربع مشاكل. لسه الراجل ما تعينش بقاله سنة وطلع له في قرار بعزله. انجلترا ما كانتش حابه محمد علي، لان احنا قلنا في الاول ان انجلترا وهي خارجه خدت معاها مين؟ خدت معاها محمد بك الالف اللي هو المماليك، كانت عامله تحالف. فالسلطان العثماني لما انجلترا ضغطت عليه عشان يعزل محمد علي قال لهم يا جماعه ما ينفعش، ده الراجل لسه يا دوب متعين ما بقالوش سنه، هطلع قرار بعزله ازاي؟ طب انا عندي راي تاني، ايه رايكم انقله؟ تنقله خلاص انقله مفيش مشكله، بس المهم تعين لنا مين؟ تعين لنا محمد بك الالفي. اشمعنى الالف؟ خلاص يا سيدي عين اي حد تاني، المهم محمد علي ده يمشي من حكم مصر. السلطان العثماني طبعا مش هيخسر علاقته بانجلترا كدوله قويه، فاصدر السلطان العثماني فرمان بنقل محمد علي الى ولايه سالونيك في مقدونيا. تعالى يا محمد علي انت راجل محترم، احنا مبسوطين منك، انت طالع لك قرار بترقيتك هتتنقل لولايه سالونيك في مقدونيا. محمد علي راجل ذكي، قدر ان هو يتغلب على القرار ده لانه هو فاهم ان انجلترا مش راضية عن توليته، انجلترا بتحب المماليك وهي ضد محمد علي. فراح محمد علي للزعامة الشعبية، يا جماعة الحقوني، السلطان العثماني دلوقتي مطلع قرار بنقلي الى ولاية سالونيك في مقدونيا، اعمل ايه دلوقتي؟ الزعامة الشعبية وقفت مع محمد علي
وضغطت على السلطان العثماني اللي سمع الكلام واصدر فرمان بالغاء نقل محمد علي. يبقى كده محمد علي مش هيتنقل من مصر. الكلام ده بيرجع الفضل فيه والذكاء فيه لمحمد علي لما استعان بالزعامة الشعبية. فشل مشروع نقل محمد علي. طب دلوقتي مشروع نقل محمد علي مش هيتنقل، مين اللي يزعل؟ بريطانيا اللي هي انجلترا. انجلترا زعلت من السلطان العثماني وتوترت العلاقة، لأن السلطان العثماني ما قدرش يطلع قرار أو ما قدرش ينقل محمد علي. انجلترا قالت لك لا لا لا، اركن أنت بقى على جنب بقى يا باشا، إحنا هنتصرف. بريطانيا جت وجابت اسطول، جابت جيش اللي هو الانجليز، حمله فريزر، جابت حمله بقياده فريزر. الحمله ديت جايه عشان تعمل ايه؟ جايه عشان تخلع محمد علي من الحكم وتعين محمد بك الالفي وتستوله على مصر عشان تامن طرق مواصلاتها لمين؟ للهند. فجت بريطانيا عملت حمله اسمها حمله فريزر، ارسلت بريطانيا حمله بقياده فريزر، حمله انجليزيه. الحمله ديت جايه عشان تخلع محمد علي وعشان تعين عشان تخلع محمد علي وتعين مكانه محمد بيك الألفي. فجاي الخلع محمد علي وتعيين الألفي. بيقول خلي بالك الحملة الإنجليزية كان هدفها انها تستولى على مصر عشان تأمن طرق مواصلاتها لفين؟ للهند. لما جت الحملة الفرنسية، معلومة بس، ان الألفي مات قبل ما توصل الحملة الفرنسية. الألفي مات وهم ما يعرفوش اصلا، فكانوا مستنيين مساعدة المماليك. محمد علي في الوقت اللي جت فيه حملة فريزر ما كانش موجود أصلا في القاهرة، الراجل كان تحت في الصعيد بيحارب في مين؟ بيحارب في المماليك تحت في الصعيد. فبيقول لي لا ما فيش حد خلاص. فبيقول لي إن محمد علي كان في الصعيد في الوقت ده، الزعامة الشعبية هي اللي تولت الدفاع. دخلت حملة فريزر اسكندرية ولا حد قال لها أنت رايحة فين؟ ما لقتش واحد زي محمد كريم اللي وقف ضد حملة نابليون ودافع عن اسكندرية، ودخلت الحملة الفرنسية بعد مقاومة عنيفة من محمد كريم وأعدمته. ده كان هناك عند الحملة الفرنسية بتاعت نابليون بونابرت. لكن الإنجليز حملة فريزر دخلت اسكندرية بدون أي مقاومة. لما دخلت الحملة الإنجليزية اسكندرية واحتلتها، أهالي المصريين قال لك لا، احنا مش هنسيب البلد تقع ومحمد علي مش موجود، احنا لازم نقف ونساعد الراجل اللي اسمه محمد علي، ده احنا اللي عيناه، ده اختيارنا. لذلك عمر مكرم شجع المصريين، واحنا عارفين القصه دي وخدناها في العربي، شجع المصريين ان هم يطلعوا على مدينتين رشيد والحماد عشان يدافعوا عن البلد قبل ما الحمله الانجليزيه بتاعت فريزر توصل القاهره. ولو وصلت القاهره يبقى كده الانجليز احتلوا مصر وهيخلعوا محمد علي ويعينوا الالف اللي هم اصلا ما يعرفوش ان هو مات قبل ما يوصل. المهم ان المصريين كسبوا في رشيد والحماد، واحنا عارفين القصه، استخبى المصريين على السطوح وسابوا الانجليز يدخلهم. الانجليز حطوا الاسلحه بتاعتهم، واللي راح ينزل البحر واللي راح ينام واللي راح ياكل، وكل واحد اطمن بقى ان المصريين دول جبانات خلعهم، لحد ما الحته ظلمت وهجم المصريين، خدوا الاسلحه بتاعت الانجليز وهزموهم هزيمه ساحقه في رشيد والحماد. رجع محمد علي على الجاهز عشان يلاقي المصريين انتصرهم فيحارب الانجليز او يحاصر الانجليز اللي راحوا استخبوا فين؟ راحوا يستخبوا في الاسكندريه. دخل محمد علي الاسكندريه منتصر، الانجليز قالوا له اسمع بقى، احنا دلوقتي عايزين نعمل معاك دي الحلو. ايه هو؟ احنا عايزين ناخد الاسرى بتوعنا، ويا عم يا دهر ما دخلك شر، وهنروح على بريطانيا ولا عنا راجعين مصر. محمد علي وافق وقال الظروف داهيه، قالهم محمد علي ايه؟ محمد علي ادالهم الاسلحه، ادالهم الاسرى، ادالهم الاسرى مقابل ايه؟ مقابل ان هم يخرجوا. فبيقول لي تم جلاء حمله فريزر. خرجت حمله فريزر اللي هي فشلت في مصر واتهزمت في موقعتي رشيد والحماد، ومحاصره محمد علي لهم في اسكندريه، وجلائهم مقابل الاسرى. ده كانت حمله فريزر. يبقى احنا عندنا دلوقتي السببين دولت او الحاجتين دول من بيبينهم ان انجلترا ما كانتش راضيه عن محمد علي. هيجي يقول لي اثبت صحه العباره الاتيه: لم ترضى بريطانيا عن توليه محمد علي حكم مصر. اقول له رقم واحد، فرمان نقله لما ضغطت على السلطان العثماني. رقم اتنين، حمله فريزر اللي كانت جايه اصلا عشان تخلع محمد علي. ده بالنسبه لمين؟ ده بالنسبه لاول مشكلتين قبله محمد علي. طيب بعد كده بنقول ان محمد علي قرر ان هو لا، ده تالتة اعداد. الناس اللي بتسال ده مش اولى اعدادي، ده تالتة اعدادي. مش عارف مش عارف، انا في ناس داخله بتقول لك ده اولى اعدادي.
لا ده ثالثه اعدادي، اولى اعدادي خلصوا يا جماعه. طيب نروح بس لايه المشاكل اللي قابلت محمد علي. يبقى اول مشكله مشكله نقله، ثاني مشكله مشكله حمله فريزر، ثالث مشكله الزعامه الشعبيه. ايه ده؟ محمد علي قال لك ان الزعامه الشعبيه عامله لي قلق، انا عايز احكم مصر الون منفرد، مش عايز وش وجع دماغ. انا كل بقى ما اجي افرض ضرايب هيطلع له عمر مكرم والمصريين يقولوا له لا ما تفرضش ضرايب، لا افرض ضرايب، لا ما تعملش كذا، لا اعمل كذا. قرر محمد علي التخلص من الزعامه الشعبيه. هخلص على الزعامه الشعبيه عشان ايه؟ عشان اخلص، عشان اقدر احكم مصر. انا عندي خطه، عندي فكره، عندي اصلاحات عايز اعملها. انا عايز اخلي مصر دي دوله اوروبيه. انا عايز اخلي مصر دي دوله اوروبيه ازاي؟ حد رفع ايديه؟ مش فايه. فقرر محمد علي ان هو يتخلص من الزعامه الشعبيه المتمثله في مين؟ ماشي، المتمثله في مين؟ المتمثله في عمر مكرم. محمد علي قال لك ايه؟ بطريقه اضرب الكبير يخاف الصغير، اشوف مين اللي مسيطر على الزعامه الشعبيه واخلص عليه عشان ما حدش يفتح بقه، عشان اقدر احكم مصر وابدا اسس دوله حديثه شبه اوروبا والدول المتقدمه. فراح محمد علي ايه؟ استغل ان في انقسامات ما بين القياده الشعبيه، ناس من نفسنا من زمان عمر مكرم وانقسموا على مكانته، فبدا الناس ديت تدس لمحمد علي، توصل له اخبار عن عمر مكرم، ده بيعمل كذا، ده في كذا، ده في كذا. محمد علي ذكي، انتهز الفرصه وقام رايح جايب عمر مكرم، تعالى يا عم انت عملت كذا كذا كذا، طيب خلاص انت معزول من نقابه الاشراف، عزله من منصبه. طب هقول لك على حاجه احسن من كده، انت اطلع اقعد في دمياط، ما عدتش تجي لي هنا بقى، عشان ما عادش كل يوم لا ايه لا ما يتنططلوش في المكتب بتاعه، ولا اعمل كذا ولا ما تعملش كذا. محمد علي استخدم اسلوب الترغيب والترهيب مع الزعامه الشعبيه، قدر محمد علي ان هو يتخلص من الزعامه الشعبيه بنفي عمر مكرم الى مدينه دمياط، خلعوا الدمياط وقدر كده الجو يفضل مين؟ لمحمد علي. ما عادش عنده غير مشكله واحده بس، اللي هي مشكله المماليك. المماليك كانوا مصدر قلق، المماليك كانوا حاجه صعبه بالنسبه لمحمد علي، عاملين له فوضى في البلد. احنا عارفين ان المماليك بيتبعوا اسلوب اضرب واجري، اضرب واستخبى، المناوشات، المعارك المتفرقه. محمد علي استخدم معاهم عده اساليب. اولا حاول ان هو يحرمهم من كل المناصب الرفيعه، المناصب المهمه. مفيش حد من المماليك فيكم هيتعين ويمسك منصب زي شيخ البلد، لا محدش هيمسك المنصب ده. وفي نفس الوقت كمان محمد علي قرر ان هو يحاربهم في كل مكان، بس المماليك كانوا صعبين. حاول يعزلهم ما بتعزلوش، حاول يطردهم ما بتطردوش، حاول يحاربهم ما بيموتوش. طب يعمل ايه؟ فكر محمد علي في طريقه هي بتميل للغدر والخيانه، بس مش هتنفع غير الطريقه دي مع المماليك. ايه هي؟ الراجل عزمهم، تعالوا يا جماعه انا عازمكم، الجيش بتاعي خارج رايح شبه الجزيره العربيه، عندنا حروب هناك في شبه الجزيره العربيه، عايزين نعمل حفله ان ابني اول مره يخرج في الايه في الجيش رايح للحركه الوهابيه هناك في شبه الجزيره العربيه، انا عامل حفله بس محدش يجيب معاه اسلحه، احنا جايين حفله، جايين نحتفل وهنفرح واكل وكلام من ده. عزم اكبر قدر ممكن من المماليك، وبعد ما كلوا واتبسطوا وبقى مزاجهم حلو، قفل القلعه خالص وامر الجنود بتاعه ان هم يضربوهم، قضى على المماليك وعمل مذبحة اسمها مذبحة القلعة. استطاع محمد علي التخلص تماما او الانفراد تماما بحكم مصر بعد مذبحة القلعة. يبقى الاربع مشكلات كده قدر بذكائه ان هو يتخلص عليهم. يبقى اللي احنا قلناه كده بسرعة عشان الناس اللي لسه داخلة، اول حاجة قلنا بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر حصل نزاع بين ثلاث قوى، المماليك العثمانيين للانجليز. خلص الموضوع ان العثمانيين هم اللي تولوا حكم مصر. الانجليز عملوا تحالف مع المماليك وخدوا معاهم محمد بك الالف هناك انجلترا عشان يتفقوا معاه ازاي هيوصلوا الحكم مصر. عندنا في مصر اللي قلنا العثمانيين فرضوا ضرائب وفرضوا ادوات، الشعب المصري ما عجبوش الكلام ده، قاموا بثوره الشعب المصري في 1804. محمد علي استغل فرصه الثوره 1804 وبدا بذكاء يتقرب من المصريين عشان يحبوه. عمل ايه محمد علي؟ قلنا ان هو جاهر بالانضمام للمشايخ والعلماء، اختلط بالاهالي الساخطين، تعهد برفع المظالم وعدم فرض الضرائب،
اقترح تعيين خورشيد باشا. السلطان العثماني اصدر قرار او فرمان بتعيين خورشيد باشا وليا على مصر. خورشيد برضو اتبع نفس الطريقه في فرض الضرائب والاتاوات ومعامله المصريين معامله زي الزفت. اضطروا المصريين ان هم يقوموا بثوره او يجتمعوا في دار المحكمه اللي هو بيت القاضي، وقرروا عزل خورشيد باشا وتوليه محمد علي. راحوا لمحمد علي وطلبوا منه ان هو يبقى حاكم على مصر بس بشروطهم. محمد علي وافق. راحوا للسلطان العثماني وضغطوا عليه. السلطان اصدر فرمان بعزل خورشيد باشا وتوليه محمد علي سنه 1805. اول مره في تاريخ مصر يعزل والي قصده على خورشيد ويعين اخر قصده على محمد علي بامر من السلطان العثماني وباراده الشعب المصري. ده كان انتصار تاريخي للمصريين. اول مره احنا نختار الحاكم بتاعنا، وقلنا دي كانت من نتائج ومن مكاسب الحمله الفرنسيه على مصر اللي هي كانت نمو الوعي القومي لدى المصريين. بعد كده قلنا ان محمد علي مسك حكم مصر قابلته اربع مشاكل. الاربع مشاكل، اول حاجه مشكلتين خاصين بانجلترا. انجلترا كانت عامله تحالف مع المماليك وقالت ان الالفي هو اللي هيحكم، يعني هو اللي هيحكم، فضغطت على السلطان العثماني بعزله. السلطان طلع فرمان بنقله لولايه سالونيك. استعان محمد علي بالزعامه الشعبيه، اتدخلت الزعامه الشعبيه وقررت الغاء فرمان نقل محمد علي. السلطان العثماني تحت ضغط من الزعامه الشعبيه اصدر فرمان بالغاء نقل محمد علي وتثبيته في حكم مصر. انجلترا قالت لك لا، ده مش ولا بد بقى، ده احنا نجيب نفسنا بقى، ده احنا نجيب جيشنا ونيجي. فبعتوا لنا جيش بزعامه فريزر. الحمله الانجليزيه جت بقياده فريزر، دخلت اسكندريه بدون اي مقاومه، من غير ما حد يقول لهم انتوا رايحين فين. لكن الزعامه الشعبيه لعبت دور كبير جدا، لان محمد علي ما كانش موجود، كان في الصعيد تحت. فالزعامة الشعبية اتجمعهم في رشيد والحماد وقرروا محاربة الايه الفرنسي الانجليز، وهزموهم في رشيد والحماد وجروا الانجليز على الاسكندرية استخبوا هناك. رجع محمد علي وحاصرهم في اسكندرية ودخل اسكندرية منتصر. عملوا معاه عرض ان هم ياخدوا الزعامة الشعبية، ياخدوا الاسرة بتاعتهم ويخرجوا. خرجت حملة فريزر ما كملتش سنة، اتهزمت عندنا في مصر. محمد علي خلص من انجلترا اللي كانت عايزة تنقله، خلص من حملة فريزر اللي كانت عايزة تخلعه. هيفوق بقى الزعامة الشعبية تنكر لها. محمد علي بعد ما عينوه وتعبوا بهدلهم، قرر محمد علي ان هو يعزلهم، ان هو يتخلص منهم عشان ينفرد بحكم مصر دون اي قيود او شروط. محمد علي تخلص من الزعامة الشعبية المتمثلة في عمر مكرم، استغل الانقسامات حولين شخصيته وخلعه من نقابة الأشراف، وبعد كده عزله إلى دمياط. كل الزعامة الشعبية قالت لك لا، أنا لو اتكلمت هيحصل لي زي ما حصل لعمر مكرم، لا يا عم ماليش دعوة. فتخلص محمد علي من القيود والشروط اللي فرضوها عليه. بعد كده قلنا إن محمد علي قابلته أخطر مشكلة، مشكلة المماليك. المماليك مصدر قلق، مصدر فوضى، مصدر صداع. بالنسبة لمين؟ بالنسبة لمحمد علي. فقرر محمد علي التخلص من المماليك، استخدم عدة أساليب عشان يتخلص محمد علي من الممالك. كان من ضمن الأساليب اللي استخدمها محمد علي عشان ينفرد بحكم مصر إن هو عزلهم من المناصب الرفيعة، من الحاجات المهمة اللي هي منصب شيخ البلد، وبعد كده حرمهم من منصب شيخ البلد، وبعد كده طردهم في كل مكان، برضه ما قدرش يسيطر عليهم. محمد علي قرر من التخلص من المماليك عشان يفضى بقى ويروق كده ويشوف هو هيعمل ايه. تخلص من المماليك بعزلة بمذبحة القلعة، عمل مذبحة القلعة فيها نوع من الغدر والخيانة، عزمهم وبعد كده قتلهم عشان يستطيع محمد علي الانفراد تماما بحكم مصر. خلاص انفرد محمد علي تماما بحكم مصر. خليكم معايا كده، هنجيب مجموعة من الأسئلة نحلها مع بعض. هفتح المايك واخليكم طيب تعال كده نشوف مجموعه من الاسئله السريعه كده. انت اصلا من واحد بقى هنفتح المايك يا جماعه وخليكم معايا كده نحل الاسئله ديت، مجموعه اسئله سريعه نحلها مع بعض. حد عنده مشكله في الدرس يعرفني بس، انا عدت بسرعه كده في الاخر عشان الناس اللي لسه ايه اللي لسه داخله. كده احنا بنفتح المايكات عليهم اهو. بس هو في طرق بتقفل ايه؟ في طرق بتقفل.
هما بيقفلوا خلاص، مش مشكلة، اللي عايز يقفل يقفل بقى، وكده المايك متاح عندهم. طيب خلاص، طيب خلاص مش مشكلة، هو كده المايك متاح اللي عايز يتكلم. طيب تعالى كده نشوف، شوف كده الايه اللي عايز، برضو اللي عايز يكتب شات. السؤال الاولاني بيقول لي اكمل العبارة الاتية: بعد رحيل الحملة الفرنسية من مصر طمع في السيطرة على مصر 3 قوى اللي هم، ماشي، إنجلترا والعثمانيين مماليك. المماليك والعثمانيين ومين؟ إنجلترا وانجلترا. تمام. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي: قام الشعب المصري بالثورات ضد الولاة العثمانيين زي ثورة 1804. من، لا سيبك من عام 1804. طيب بيقول لي: قرر زعماء الشعب عزل مين وتولية مين سنة 1805؟ السؤال رقم 3. خورشيد باشا وتولية محمد علي. جميل، عزل خورشيد وتولية محمد علي. طيب أصدر نقط فرمان بعزل خورشيد وتثبيت محمد علي في حكم مصر مين؟ الولي العثماني. السلطان العثماني، مش الوالي، السلطان العثماني هو اللي اصدر فرمان بعزل خورشيد باشا وتولية محمد علي. طب ايه المشكلات اللي واجهت محمد علي في بداية حكمه؟ المشكلات اللي واجهت محمد علي في بداية حكمه، محاولة نقل تدخل ايوه، من إنجلترا وإرسال وحملة إنجلترا هتلر لحملة ضده، والزعامة الشعبية والمماليك. يعني تمام حرب المماليك. تمام طب ساعة انجلترا العزل محمد علي وتولية محمد بكر ألفي. محمد بك الألف عشان تطمن على مصالحها. تمام. طب أصدر السلطان العثماني فرمان بنقل محمد علي إلى ولاية سالونيك. سالونيك في مقدونيا، كان عايز ينقل محمد علي لولاية سالونيك في مقدونيا. طيب بيقول لي: في 1807 أرسلت انجلترا حملة بقيادة فريزر. فريزر، بعتت حملة بقيادة فريزر، ماشي. طيب بعد كده بيقول لي: أصدر السلطان الراحتين، تعرضت الحملة الإنجليزية في 1807 للهزيمة فين وفين؟ إيه المدينتين اللي اتهزمت فيهم من إنجلترا؟ الرشيد والحمدان. الرشيد والحمام. طيب قام محمد علي بالتخلص من الزعامة الشعبية بإبعاد مين؟ عمر مكرم. بإبعاد عمر مكرم إلى مدينة دمياط. حرم محمد علي المماليك من تولي المناصب الرفيعة، إيه المناصب الرفيعة اللي كانوا المماليك بيتعينوا فيها؟ البلد. إيه المنصب اللي كانوا المماليك بيوصلوا له؟ مشيخة البلد. إيه؟ شيخ البلد. ما إحنا، ما هو ماشي يا جماعة، إحنا فاتحين المايك على الناس كلها، ما واحد اللي بيجاوب، ما هو مش، انا فاتح، هو حد المايك عنده مش شغال، فاتحين على كله، المايكات شغاله في كله، ماشي. طيب بعد كده بيقول لي: تخلص محمد علي من المماليك في مذبحه، محمد علي تخلص من المماليك في مذبحه مين؟ لا لا في مذبحه لا، مذبحة القلعة. مذبحة القلعة، مظبوط. طيب بعدها بقى صح وغلط، ده علامة صح وعلامة خطأ. عانت مصر من الفوضى، عانت صح ولا غلط؟ عانت مصر من الفوضى والاضطرابات من 1801 ل 1805. صح. خطأ. خطأ ليه؟ العبارة صح طبعا، لأن بعد ما خرجت الحملة الفرنسية حصل المشاكل ما بين الـ3 قوى الثلاثة على اللي يحكم مصر. طيب السؤال اللي مش هو بعده، يا مستر، مش لما جت حملة فريزر، الحملة الإنجليزية اللي بقيادة فريزر، مش كده برضو من، مش كده مصر عايشة من فوضى ولا لأ؟ لما جت مين حملة فريزر، ما هي ما لحقتش تقعد عشان تعمل فوضى، ما هي اتهزمت في رشيد والحماد وخرجت على طول، فمصر ما لحقتش يبقى فيها فوضى. محمد علي كان في الوقت ده بيتخلص من المشاكل، هو قصده بعد ما خرجت الحملة الفرنسية بتاعت نابليون في عهد مينو، لما خرجت مصر كانت بتعاني من الفوضى والاضطرابات، طبعا كان في مشاكل ما بين الـ3 قوى المماليك والعثمانيين والانجليز. وصلت؟ بعد تمام ان، يا مستر. ماشي، بعد ان غادر الفرنسيين مصر، بعد ما الفرنسيين عين محمد علي واليا من قبل السلطان العثماني، صح ولا غلط؟
غلط. غلط ليه؟ خورشيد باشا. لا هو خورشيد ما تعينش على طول، هو السلطان العثماني عين مجموعه من الولاه، مش علينا هم مين، لكن ممكن اقوله بعد ان عزل خورشيد باشا تم تعيين محمد علي، بعد ما اتعزل خورشيد مسك محمد علي. طب وقفت الزعامه الشعبيه الى جانب محمد علي في وجه السلطان العثماني، صح ولا غلط؟ غلط. يعني رقم 2 صح ولا غلط؟ ايه؟ رقم 2 صح ولا غلط؟ مين بيقول لك بعد ان غادر الفرنسيون مصر عين محمد علي؟ غلط طبعا، محمد علي ما تعينش بعد ما غادر الفرنسيين، لا ده بعد ما اتعزل خورشيد محمد علي هو اللي مسك حكم مصر. رقم ثلاثة، هو الزعامة الشعبية وقفت بجنب محمد علي في وجه السلطان العثماني، صح. صح طبعا، وقفت ضد السلطان العثماني في نقله وفي تعيينه وفي كل حاجة. تصدى محمد علي لحملة فريزر وهزمها في رشيد والحماد، غلط، محمد علي اصلا ما كانش موجود، ده الزعامه الشعبيه. تخلص محمد علي من المماليك بطردهم ونفيهم خارج البلاد، غلط غلط في غلط، مذبحة القلعة. في مذبحه القلعه. طيب في 1805 اصدر السلطان العثماني اصدر فرمان يتضمن عزل محمد علي وتثبيت خورشيد ولا على مصر. صح، محمد بك الألفي. ما هو 1805 غلط أصدر غلط. السلطان عثمان فرمان يتضمن عزل محمد علي وتثبيت خورشيد. تثبيت خورشيد لا غلط. غلط. إيه بقى؟ العكس بقى، هو عزل خورشيد بس هو وتثبيت اللي محمد تعب. علي. طيب اختر بقى، عشان إيه بقيت الأسئلة دي هنزلها لكم على الأودومودو. بيقول لي اختر الإجابة صح. أرادت السيطرة على مصر بعد خروج الحملة الفرنسية، مين اللي كان عايز يسيطر على مصر بعد ما خرجت الحملة؟ كل ما سبق كل ما سبق سبق صح، مماليك عثمانيين بريطانيا. ساعة انجلترا لعزل محمد علي وتوليت بدلا منه محمد بك الألفي. محمد بيك الالف. طب محمد بك فشل الألفي. ماشي، محمد بيك الالف. فشلت حملة فريزر على مصر في 1807 بسبب تصدي مصري المصريين الزعامة الشعبية في رشيد وحماد. تخلص محمد علي من عمر مكرم بإبعاده عام 1809 إلى دمياط. بقيه الاسئله هنزلها لكم على الاودومودو، واجب بقى احلوها. حد عنده مشكله في المنهج ولا حد عنده مشكله في حاجه عشان المره الجايه نشرحها؟ تمام يا مستر، مفيش مشكلة. طيب يعني المفروض المره الجايه نشرح تاريخ ولا نديلكم جغرافيا؟ جغرافيا جغرافيا. طيب خلاص ماشي، ان شاء الله المره الجايه ممكن ايه، ممكن نشتغل التضاريس. المرة الجاية إن شاء الله نكمل بقية التضاريس، ماشي؟ ماشي، شكرا يا جماعة. كده إيه، المرة الجاية نكمل مع بعض بقى التضاريس.